وتداول الحجاج أخبار الفتوحات الإسلامية. في هذه السنة تواصلت الفتوحات الإسلامية على الجبهتين الشرقية والغربية، فأحرز المسلمون انتصارات كبيرة على الفرس بقيادة سعد بن أبي وقاص، وتوغل في أراضيهم وفتح العديد من الحصون والمدن. وفي الشام جرت مواقع كبيرة مع الروم الذين بدأوا يندحرون من حصونهم واحدا تلو الآخر، وكان أمراء الجيوش الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسن وعمرو بن العاص يتولون على المناطق التي يفتحونها، في حين كان الروم يحاولون تجميع قوتهم لمواجهة جيوش الفتح.